دنيا في عنا مثل، في عنا مثل بلبنان على الشخص الناجح، بقول كيف برميته بيجي واقف. تعرف هالمثل بتقولوه في المغرب؟ يعني كيف برميته ما بيوقع. انت صوتك بيشبه هذا المثل، بيشبه هذا الانسان يلي هو كيف ما راح صوتك بيجي واقف على رجلي. فهي شغلي. بعدين عربك دايما بتذكرني باحسن انساني غنت عرب اللي هي المرحومه ذكرى. عم تكون فيها السلاسه والطيبه والجمال والذوق بعربك. كمان ايضا وايضا بدي ارجع اشكر المغرب مره ثانيه على انتاجك. احسن. برافو. احلام عسل. اولا انا عاوز بالمناسبه دي ان احيي الفنانه الكبيره سميره، ان هي مش بس فنانه كبيره كلنا نعرفها وبنحب شغلها، انما انا اعتقد هي من الفنانات اللي قدروا يعملوا حاجه محدش تاني بيعرف يعملها. اغاني سميره دايما حتى في لما الناس بتشتغل يقول لك انا اللحن ده لسميره، لو كذا لسميره، مش اي حد يقدر يغني اغاني سميره. سميره عملت جانر لنفسها، يعني مزيكا سميره بس اللي تغنيها. انت كالعاده يعني غناكي عبقري، لكن انا حسيت ان في الاغنيه دي ان لا انا عاوز اسمع سميره، يعني سميره غنت الاغنيه تايت اكتر. مش انا مش عاوز اسمع اغنيه زي دي، مش عاوز اسمع فيها عرب كتيره، مش عاوز اسمع فيها مش اغنيه الطربيه اللي انا عاوز، مش ده اللي انا عاوز اسمعه. انت طبعا غنيتيها هايل، بس لازم افرق ما بين انا هغني اغنيه عامله ازاي، اغنيه سريعه ولا اغنيه طربيه، اغنيه اقول فيها ايه. الناس كلها عارفه انت قدرتك الغنائيه عامله ازاي، بتقدري تقولي اي حاجه تعوز تقوليها، بتقدري تقوليها بمنتهى السهوله كده. بس الفكره كلها بقى تقولي ده امتى. دي نقطة أنا بعتقد إن الفنان يقدر يفكر يقول أنا عاوز أقول الحتة دي بالبساطة دي، وبس في الحتة دي أنا عاوز أقول كذا، في الحتة دي أنا عاوز أقول كذا. دي حاجة لازم دايما تبقي ذهنك حاضر فيها. لكن كغنى محدش يقدر يقول لك أي حاجة، أنت طبعا بتغني هايل. أحسنتي. في برنامج من سنتين المفروض أنا أعمله، وكل ما يطلبوا مني أعمله ما أعمله. كل ما بيقولوا لي ليه؟ بقول لهم لأني أنا في هذه الحلقة بدي تكون معايا الفنانة الكبيرة سميرة سعيد، لأني أنا بعشقها. هي كبيرة. وفعلاً يعني مش مثل ما يقولون تبيض، فعلاً أنا بعشقها سميرة سعيد. بس أنا حسيت إن أنتِ لما غنيتي اليوم هاي الأغنية حقيقة أضفتي في الأغنية، خصوصاً لما غنيتي كل قفلة من قفلات الأغنية بعرب مختلفة وضفتي فيها. مو غلط أن الإنسان يكون عنده شيء بسيط، ممكن مثل ما قال حسن، أنا مع حسن أنه ممكن الواحد في أغنية يقول لا أنا ما أبغى أقول عرب، لكن وقت ما أنا عندي عضلات وأقدر أقول لا أقول. أحسنتي. شكراً. أحلام، راغب، حسن، يعطيكم العافية. سمعنا أغنيتين من الخمس نجوم والأداء كان جداً مميز، وأكيد هذه المرحلة هي أهم وأقوى مرحلة في البرنامج، وأنتم الجمهور اللي راح تشاركون بولادة هذه النجوم. أكيد. قربت نهاية الحلقة.